من أسبوع كان الرئيس الأمريكي جو بايدن استقبل في البيت الأبيض الرئيس الإسرائيلي المنتهي ولايته رافلين ريفلين. بعد أيام من الزيارة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة أثارت الاهتمام أكتر من تفاصيل السياسية للزيارة نفسها. بايدن ركع قدام رفاكا رافيتز مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي خلال استقبالهم في البيت البيضاوي. الصورة زي ما حضراتكم شايف القفة اللي قصاد حضراتكم ده قفة جو بايدن الرئيس الأمريكي وهو بيركع قدام هذه السيدة مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي. الصحافة الإسرائيلية اهتمت وقالت إن بايدن انحنى على ركبته قدام رفاكا. ليه بقى يا جماعة بايدن الرئيس الأمريكي انحنى أمام هذه السيدة؟ أول ما عرف من الرئيس الإسرائيلي إن هي أم ل 12 طفل، امرأة جابت خلفت 12 طفل، فيعني بايدن بينحني تقديرا لها. ممكن عندنا حضرتك ناس بتخلف بال 20 مفيش مشكلة لو يعني هو ده اللي هيخلي الرئيس الأمريكي ينحني. المعروف إن الست دي من طائفة اسمها طائفة الحريديم اليهودية المتشددين وشبه الناس عندنا، انا مش هقول هم مين عشان خاطر زمايلي يعني مش عايزين نقول. الست دي مديره مكتب الرئيس الاسرائيلي، بتقول طائفه الحريديم اللي بتنتمي ليها مشهوره بكثره الانجاب، بمتوسط 8 اطفال لكل ام، المتوسط بتاعهم 8 اطفال لكل واحد من الحريديم. كمان عندهم بيمنعوا على الستات في الطائفه ان هي تصافح الرجال، وعندهم كمان حاجه شبيهه بالنقاب عندنا، وتفاصيل كتيرة هذه الطائفة يعني اليهودية. الست دي كمان رفضت ان هي تسلم عليه بالإيد لان هي طبعا بالنسبة لهم ده ممنوع. الصورة شغلت الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، علق عليهم ناس كتير طبعا في المنطقة العربية. حساب باسم دكتور حسن ناصر سرار قال يقال ان سبب ركوع الرئيس الامريكي بايدن هو لانها انجبت 12 ولد، ونقول ربما توجد أسباب أخرى تتعلق بمركزها الماسوني. إذا كان رئيس أكبر دولة يركع لمن امتلأت حياتهم حقدا ودموية فما دون ذلك تفاصيل. قال فهد حسين ضجة إعلامية سببتها صورة الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو بيركع على ركبته أمام رافيكا رافيتز، والواضح أن كل الرؤساء الأمريكيين بلا استثناء مكبلين بنفوذ اللوبي الصهيوني. فيديو معانا الحلقة دي أو فيديو الأسبوع كان بعنوان نفسي أتجوز، فيديو لطيف جدا شغل الناس على السوشيال.